بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 60. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام فيما يستفاد من قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، إلى قوله تعالى: فلا يؤمنون إلا قليلا. وقد سبق في الحلقات السابقة شيء من بيان الفوائد التي تظهر لنا، ونواصل في هذه الحلقة البقية إن شاء الله. وقلنا في آخر الحلقة السابقة يؤخذ من هذه الآيات وجوب الأدب والاحترام في مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا في حياته صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعد وفاته وعند قبره صلى الله عليه وسلم. فإن المسلم إذا جاء يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم يستشعر حقه وتوقيره عليه الصلاة والسلام، فلا يرفع صوته عند قبره ولا في مسجده صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنكر عمر على قوم رفعوا أصواتهم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فيجب احترام الرسول صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، وغض الصوت عند قبره وعند السلام عليه. ومن أعظم ذلك ألا يعمل شيء من الشرك والاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فهذا مما يغضب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقصود من السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو العمل بسنته في السلام على الأموات، قوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. فالمقصود بزيارته أو زيارة غيره من القبور إنما هو تذكر الآخرة، والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء للأموات. أما أن يظن أن زيارة الرسول، أن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو زيارة قبر غيره إنما هو التوسل به أو التبرك بتربته أو التمسح بجدرانه أو قبره، أو أعظم من ذلك الاستغاثة به ودعاؤه من دون الله عز وجل، فهذا شرك أكبر وذنب لا يغفر إلا بالتوبة إلى الله عز وجل. ويؤخذ من هذه الآيات سد الوسائل والذرائع التي تفضي إلى الباطل. فإن اليهود لما قصدوا من قولهم راعنا التوصل إلى الباطل، وهو وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالرعونة، نهينا عن ذلك، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب مهين. فنهانا عن هذه اللفظة، وإن كانت لفظة لها معنى صحيح ولفظة عربية، لكن لما كان اليهود يستعملونها لسب الرسول صلى الله عليه وسلم نهينا عنها سدا للذريعة. فهذا فيه سد الذرائع المفضية إلى المحذور وإلى الباطل. ويؤخذ من هذه الآيات وجوب التخاطب بالألفاظ الواضحة وترك التخاطب بالألفاظ المحتملة فيما بين المسلمين، وأن يستعملوا اللفظ الطيب. الله جل وعلا يقول: وقولوا للناس حسنا، ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فيجب على المسلم
أن يتلفظ بالألفاظ الطيبة والألفاظ الواضحة التي ليس فيها لمز أو غمز أو غموض يريد من ورائه معنى سيئا ومكرا وخداعا، بل المسلم يكون صريحا طيب اللفظ طيب العمل طيب الأخلاق، هكذا يكون المؤمن. وإنما لي الألفاظ وتحريفها عن ظاهرها إلى معنى سيء، هذه من صفات اليهود ومن تخلق بأخلاقهم. ويؤخذ من هذه الآيات أن تحريف كلام الله وكلام رسوله موجب لغضب الله ولعنته، لأن الله لما ذكر أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم ولكن لعنهم الله بكفرهم، فدل على أن تحريف كلام الله عن مواضعه وتحريف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن مواضعه عن تعمد وقصد أن ذلك موجب للعنة الله، وهي أنه يطرد هذا المخالف وهذا العاصي المحرف لكلام الله وكلام رسوله، يطرده من رحمته كما طرد إبليس في لعنته سبحانه وتعالى. ويؤخذ من هذه الآيات أن إساءة الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا توجب لعنة الله، لأن الله لعن اليهود لما أساءوا الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا سمعنا قالوا له سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، أن الله لعنهم بكفرهم، وأن هذا كفر. كما يعني يؤخذ من هذه الآية أن إساءة الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفر وموجب للعنة الله عز وجل. وكما سبق أن من إساءة الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينزل في غير منزلته بأن يجعل شريكا لله في قضاء الحاجات وتفريج الكروبات وهو ميت عليه الصلاة والسلام، أو أن تعمل البدع التي يظن أنها فيها احترام للرسول صلى الله عليه وسلم كإحداث عيد المولد وغير ذلك مما يظنون أنه فيه احترام للرسول وعنه فيه مخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور، من قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فمن خالف هذا وهو يرى أن هذا من تعظيم الرسول فإنه يكون مخطئا وضالا، لأن هذا مما يغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وينقص من قدره. ويؤخذ من هذه الآيات أن الإيمان ببعض الحق والكفر ببعضه كفر بالجميع، لأن الله قال في اليهود فلا يؤمنون إلا قليلا. لماذا؟ لأنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يؤمنون بما يخالف يؤمنون بما يوافق أهواءهم ويكفرون بما يخالف أهواءهم، كما قال سبحانه أفكلما جاءكم رسول، هذا خطاب لليهود، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. حملهم هذا على أنهم يكذبون الرسل فيما لا يوافق أهواءهم، بل بلغ الحال ببعضهم أنهم قتلوا الأنبياء كما قتلوا زكريا ويحيى عليهما السلام، وكما هموا بقتل عيسى عليه الصلاة والسلام ودبروا له المكر ولكن الله أبطل مكرهم، وكما حاولوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم ولكن الله حماه منهم. فهذا شأن اليهود لعنهم الله دائما وأبدا، ونسأل الله أن يحمينا من كيدهم ومكرهم وضلالهم وكفرهم وشرهم، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.